الهالات السوداء أنواعها وطرق علاجها. رقم واحد، نوع من الهالات السوداء اللي بيكون ناتج عن وجود تجويف أسفل العين أو فقدان الامتلاء، وهنا الحل الرئيسي ليه هو حقن الفيلر لإعادة الامتلاء. اتنين، كتير من الحالات بيكون عندهم مشكلة الآي باجز أو الانتفاخات تحت العين، ودي العلاج الرئيسي ليها هي الجراحة. تلاتة، هالات سوداء نتيجة التصبغات اللي بتكون موجودة في الجلد، سواء نتيجة الإرهاق أو تعرض للضوء أو الشمس أو الوراثة، ودي حلها بيكون كريمات، ممكن إبر، الميدو سيرابي أو البلازما. أربعة، الحالات اللي بيكون عندها ترقق للجلد بتاع العين، وده بيخلي الأنسجة الأسفل العين ظاهرة ويدي إحساس الهالات السوداء، وبيحتاج إن إحنا نحسن سمك الجلد عن طريق الإجراءات اللي بتعيد تحفيز الكولاجين وسماكة الجلد زي الديرمابين أو جهاز السيلفرم أو الفراكشنال ليزر أو إبر البلازما، من الحاجات الجيدة جدا. خمسة، حالات بيكون عندها لون أزرق تحت العين نتيجة الأوردة الدموية اللي ظاهرة تحت العين أو الفينوس كونجيشن، ودي حالة وراثية، ودي العلاج الرئيسي ليها بيكون مع طبيب العيون عن طريق حقن الأوردة دي أو عن طريق نوع من أنواع الليزر المناسب. زي ما شفنا عندنا أنواع كتيرة وعلاجات كتيرة، بالتالي الاستشارة لتحديد السبب وطريقة العلاج المناسبة، لأن مفيش نوع علاج واحد هيناسب كل الحالات.